السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو خبر عاجل ومفرح من وزارة التربية لطلاب المدارس التربية، توضح بأن قرار إضافة 10 درجات على نتائج امتحانات نصف السنة مرهون باجتماعات اللجنة الدائمة للامتحانات وهيئة الرأي. سيتم رفع المناشدات والمطالبات بشأن منح 10 درجات إضافية على النتائج الخاصة بنهاية الكورس الأول إلى الجهات المعنية. هذه الأمور متعلقة بقرارات اللجنة الدائمة للامتحانات وكذلك هيئة الرأي، وهكذا قرارات لا تتخذ بشكل شخصي وإنما بشكل تشاوري يتم البث بها وفق الظروف والمعطيات على أرض الواقع. توضيح لهذا الخبر، يعني التربية راح تنطي 10 درجات على نتائج امتحانات نصف السنة أو نهاية الكورس الأول، لكن يعني شوف شلون القرار راح يكون، يا أما 10 درجات لكل مادة، 10 درجات على نهاية الكورس. ودي تقول هذا كله متعلق باللجنة الدائمة للصحة والسلامة، يعني راح يسوون اجتماع ويقررون، شوف شلون قراراتهم راح تصير، وإن شاء الله خير.